زي الزفت. تدرس إشي بطلع إشي تاني. طب ليش؟ شو السبب؟ الأسئلة من المريخ الحمد لله، كل الأولاد هيك بحكوا. ومش عارف المشكلة فيا ولا في الأساتذة ولا في المنهج. امتحان سكن بالمرة من خزوق لخزوق سبحان الله. والله يا ضمان مراقبة صعبة يا راجل، خليهم يخففوا شوية. البرشومة بحكم سكة بيجي وراي على السريع، خففوا المراقبة يا الله. حسبنا الله الوكيل فيكم. امتحان بخزي لدرجة كبيرة، عملونا بدرجة كبيرة قالوا حيجي سهل، قالوا حيجي شو هاد أقسم بالله أبصر ننجح فيه بحياة الله حرام عليهم. أنا مش فاهمة هم إيش بدهم منا، بدهم شيء ننجح؟ إذا بدهم شيء ننجح يحكونا عشان ما نقدمش رايح راسنا. أنا امبارح جايبت 1000 تعب، أقسم بالله حرام، والله حرام المسير. بس أحكي لأهلي، بس أحكي لأبوي اللي استنى فيي جاهز. الامتحان اليوم التاريخ كان صعب لدرجة مش طبيعية صراحة، وطلعوا الأخضر واليابس منه، وكتبنا جغرافي وعربي كمان فيه. الأسئلة طويلة ومقرفة، بس الواحد يعني خلص من التاريخ وريع من كل عربي. الامتحان كان كتير سيء وكتير صعب، بتفكر جايبينهم انه مستقصدين يحطونا اياه، يعني جبناه في العربي سهل بنجيبه في التاريخ صعب. هلقيت انا بحل تمام، انا جاية وناوية اني منزلش على 95% في الامتحان. هلأ انا اجي اخبص مضمنش اذا انا ناجحة راسبة، ايش حليت؟ انسى كل المعلومات اللي كتبتها، كتبت نصه والتاني نسيته. انا في الامتحان مش عارف ايش احكي، ادعي عليهم والله انا انكم حالي انا مدرستش، ورغم اني انا مبارح ختمت المادة ورجعتها وحليت الاسئلة عليها وخلصت نماذج امتحانات، بالاخر هيك يصير معي. توب فوتوشوب عالي الجودة زي الزفت، الله يرضى عليك. سكر ماشي حاله هيك شوية، اول ما دخل علينا الامتحان حسينا في هيك وما شاء الله عرب، وكل واحد بديله ورقة وزي هيك وحط لك اياه وايش مظبط بالمرة. طب على الاخر الورقة الاولى نص نص، بس نظبط في الثانية ان شاء الله. انتظرونا في كل جديد، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد.